ومعنا حول هذا الموضوع السيد معاذ أبو شرخ، منسق حملة الحياة حق لدعم الأسرى. سيد معاذ، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. بداية حدثنا عن وضع الأسرى حاليا من المرضى، الأسرى بشكل عام والمرضى تحديدا، وأعدادهم وكيف هي يعني معاناتهم داخل السجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسرى، أوضاع الأسرى داخل السجون، يعني الأجواء تشهد حالة من التوتر الشديد في مختلف سجون الاحتلال، في أعقاب فرض إجراءات عقابية لحق الأسرى، أبرزها كان تقليص أعداد الأسرى الخارجين للفورة، مما يؤدي إلى المساس حقيقة بالنظام الحياتي للأسرى. فنظام حياة الأسرى مرتبط بالفورة بشكل كبير جدا. كما تعلمون، الأسير طوال فترة سجنه لسنين طويلة موجود داخل هذه الغرفة، عندما يخرج إلى الفورة يتفاعل مع الأسرى الآخرين من الغرف الأخرى، ويفرغ الكبت والضغط النفسي الموجود داخل الغرف بتفاعله مع الأسرى الآخرين. الآن تقليص عدد الأسرى الخارجين إلى الفورة يقلص هذا التفريغ الانفعالي والضغط والكبت النفسي الموجود لدى الأسير. أيضا يعطل النظام الثقافي المعمول به داخل السجون بالنسبة للأسرى. كل هذه الأمور يعني تمس بنظام وحياة الأسرى بشكل أساسي، لذلك قرر الأسرى رفض هذه الإجراءات، والآن الأجواء متوترة وتؤشر المؤشرات إلى مزيد من التوتر في الأيام القادمة. طيب، على صعيد الأسرى المرضى، لدينا اليوم أكثر من 500 أسير مريض داخل سجون الاحتلال. عندنا حوالي 18 أسير مريض سرطان. هناك الحالات صعبة جدا، من أبرزها ناصر أبو حميد الذي يعني أصبح اليوم لا يحرك شيء من جسده ويتكلم بصعوبة شديدة جدا، يعني وضعه صعب جدا، وهناك مماطلة حقيقية بالنسبة للأسير ناصر أبو حميد ولباقي الأسرى المرضى في علاجهم. هناك أسرى يحتاجون إلى عمليات عاجلة، إلا أن مصلحة إدارة مصلحة السجون تماطل في إجراء هذه العمليات. يعني عندنا أسرى يحتاجون لعمليات عاجلة بالعين، بعض الأسرى يعني فقد الرؤية في إحدى عينيه، ونسبة الرؤية في العين الأخرى 20%، وما زال الاحتلال يماطل في إجراء العمليات. يعني أنه هذا الأسير مثلا كان يرى بشكل كامل 100% في كلتا عينيه. هذا بعض النماذج. نموذج آخر من الأسرى يحتاج عمليات عاجلة في العظام وخصوصا في الركبة، إلا أنه الاحتلال يماطل. يعني سؤال، يعني ما هي حقوق الأسرى المرضى تحديدا، وما الذي تتابعه منظمات حقوق الإنسان حول هذا الموضوع تحديدا؟ في الحقيقة يعني الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ضمنت للأسير أينما وجد حق العلاج على حساب ونفقة الدولة الآسرة. الآن الأسرى الفلسطينيين لا يعامل وفق هذه القوانين، ولا حتى أن الاحتلال تجاوز هذه الاتفاقيات والقوانين وضرب بها بعرض الحائط، ويعاملهم باستهتار كامل بحياتهم، إهمال طبي ممنهج، وهي سياسة حقيقة داخل جنون الاحتلال، سياسة الإهمال الطبي. فنرى الكثير من المرضى يعني يعانون فترات طويلة. أضرب لك مثال صغير جدا، أسير أمضى 15 عاما وقد أصيب يوم اعتقاله وبقيت الرصاصة في جسده ولم يجرى له عملية لإخراج هذه الرصاصة، مما اضطره في إحدى الأيام عندما اقتربت الرصاصة من الجلد لأن يمزع جلده بشفرة ويخرج هذه الرصاصة من جسده بنفسه، الأسير بنفسه 15 عاما وهو يعاني وهم يماطلون في إخراج هذه الرصاصة. وهذا مثال يعني نسوقه على جميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. لذلك أطلقنا وأطلق معنا الأسرى حملة الحياة حق لنقل معاناة الأسرى المرضى وتسليط الضوء على الإهمال الطبي
الممارس في حقهم ولإيصال صوتهم إلى المؤسسات الدولية أن يقفوا عن مسؤولياتهم في علاج الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ معاذ أبو شارخ، منسق حملة الحقيقة حق لدعم الأسرى، شكرا لك.